الو اليوم في اطار هذا الصالون ديال الفلاحه في مدينه مكناس السيام نظمنا ندوه صحفيه اللي تكلمنا فيها على 10 سنوات ديال شركه الكرامه للمياه المعدنيه. اليوم الشركه كتسوق جوج منتوجات في المغرب، عين السلطان 6 احجم وامان سوس 3 ديال الاحجم، واليوم قدمنا في اطار هذا الصالون اون بروميير الفورما ديال ايترونس ديال عين ديال امان سوس اللي هي فورما اللي لونسينا في السوق المغربي. اليوم شركه الكرامه عندها 7% ديال البار دو مارشي في السوق، كت جوج منتوجات كما قلنا ومتواجده في اطار استراتيجيه اللي عاملين في مدينه إموزار مدينه اكادير، قريبا ان شاء الله غيفتح المعمل في مدينه قنيطره. كلشي هادشي كنعملوه باش كنقربوا المنتوجات ديالنا من المستهلك، لان الثمن ديال الترونسبور في المغرب غالي بزاف وخاص التعليب ديال المياه يكون في جهويه، وهاد القضيه هذه كاينه في اوروبا كاينه في امريكا، اي ما كيكون في جهه ما كيفوتش واحد لوغيون ديال 200 كيلومتر.